قتل مصدقني زينب هي اللي قتلت ولدها. قسما بالله يا عمتي زينب ملهاش اي علاقه بالموضوع ده خالص. فكل يا عمي دلوقتي ان ارتال دي عقلها يرجع لها. هي عامله ايه دلوقتي؟ ما تقلقش مش هتموت، ميعادها لسه ما جاش. الامر بيد الله، محدش عارف ميعاده ميته. عندك حق، ما كل واحد له ميعاد وريتال لسه. اصل لما يبقى خلاص الواحد اجله جه بيبان عليها على طول. سمعت يا عمتي ان انت رحت للمحامي النهارده؟ ما سالتوش كنت عنده ليه؟ ايوه سالته. تسالنا انا ليه؟ اصله قال لي كلام غريب، والسؤال اللي انت سالتيه اغرب. وفي ايه في حياتنا مش غريب يا مروان؟ مش غريب. انت ناوي عليه يا عمتي قولي لي. مش عايزه اتكلم. بس انا عايز اعرف اللي دار بينك وبين المحامي من طقطق لسلام عليكم. انا اروح اطمن على البيت، ربنا يستر عليها. ربنا يستر علينا جميعا. عمتي انت ناوي على ايه؟ عارفيني. ناوي اطهرك واطهر اخوك واطهر نفوسنا كلنا. يعني الكلام اللي قاله المحامي صح؟ ايوه صح. انت عايزه تبلغي عننا؟ لا، هو لو قالك ده يبقى كذاب. انا قلت هقول انه اخويا عبد الحكيم هو اللي كان بيتاجر في الممنوع، وان احنا لما عرفنا قلنا نبلغ عشان نكفر عن اعماله، والمال الحرام ما يذبحش في المال الحلال. يا نهار ازرق ومن البني ليه؟ انت عايزه تبلغي عننا؟ نطلع كلنا تجار مخدرات؟ لا يا مروان، لما نخلص من المال الحرام ويطير كده زي الدخان نفوسنا هتصفى وتنفض يدك والميزان يتعدل. انت عارفه يا عمتي لو بلغت عنينا هياخدونا كلنا؟ لا، المحامي قال. المحامي يقول اللي هو عاوز يقوله. اسمعي مني، هنا اي حاجه هتعمليها ارجعي لي الاول وانا هتصرف. لحد متى؟ مش كتير يا عمتي، صدقيني مش كتير. ما تخافيش هتروق، والله ان شاء الله هتروق. مش عارفة أعمل إيه يا جبرية، مش عارفة. ريتال بتروح مني وبتموت وزينب محبوسة وأنا واقفة ومتكتفة، لا حول لي ولا قوة. مش عارفة يا أختي. زينب هتطلع إن شاء الله هتطلع، وحنجيب لها حقها من اللي عمل فيها كده تالت ومتلت. اللي عمل فيها كده يا أختي هو اللي نسب على عبد الله وخد فلوسه، لغايه لما عبد الله كتم في نفسه ومات ومات. هتشوفي ان ما خليته يقول يا ريت اللي جرى مكان ما بقاش انا. هي دي جبريه اللي انا عارفاها يا حبيبتي. امال ايه؟ ولا عمري هتغير. نفسي اصدقك يا جبريه، بس عقلي بيقول لي هتبقي عامله زي اللي خد الحنش في حضنه وبيقول له اوعى تلدعني. عطشانه بنتي؟ عطشانه. الحمد لله على السلامه. عيني عين امك. خدي تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشربي يا حبيبتي. بالهنا والشفا. الحمد لله يا رب. الحمد لله والسخونية هديت شوية. الحمد لله. الحمد لله. مش قلت لك بعون الله هتروق وتطيب وتبقى زي الفل. لو حكمت هعيش أنا وأنت في عشة يا بدر السما. عايزاك راجل ولا كل الرجالة. تحب أهلك وناسك وتعيش بشرف حتى لو مش لاقي اللقمة. كان نفسي يبقى ليك أب تتباهى بيه. محروس مش فاهم إن الناس هتحاسبك على أفعال أبوك.
مش فاهم إنك مرايته. لو هو عالي فوق ناس تحطك فوق دماغها، ولو هو تحت الرجلين ومداس للناس الناس هتفضل طول عمرها تقول والد محروس اللي كان لعبة في يد اللي يسوى واللي ما يسواش. يا رب يا رب، أنا مليش غيرك، ما عايزاش حاجة من الدنيا دي غير إنه يبقى ملو العين، الناس تحبه، يبقى ليه هيبة، يخافك، لا يزل ولا يتزل. يا كريم يا رب. مش عايز تاكل ليه؟ صدقني هتبقى كويس وهترجع احسن من الاول كمان. مالك يا ريم؟ عينيكي فيها كلام كتير عايزه تقوليه، قولي اللي عندك. ما تاخدش في بالك، مفيش حاجه. المهم انت دلوقتي ما تخبيش عني اي حاجه لو سمحتي. قلقانه ومش مطمن، بس المهم انت دلوقتي. وبعدين انا قلت لك قبل كده اللي بيعلى قوي دوت لما بيعلى بيدوس على كل اللي حواليه. قصدك حسن مش كده؟ اه، طايح فينا كلنا ومش همه اي حد. على فكره احنا امبارح كنا معزومين عند عصام، شكله مش مبسوط خالص وكل حاجه كده داخله في بعضها. انا عايزك تفهمي حاجه كويس قوي يا ريم، مش معنى ان انا نايم على ظهري دلوقتي ومش قادر اتحرك ان انا بقيت عاجز. لا، انا اسمي عادل مهدي، يعني ممكن ادور الدنيا كلها وانا قاعد على الكرسي ده، ولما اخرج بكره هتشوفي. طبعا يا حبيبي انا واثقه فيك وواثقه في دماغك، وانا برضو معاك لحد اخر لحظه في حياتك. خروجها بكفاله مش معناه ان القضيه انتهت. أنا مش هرتاح ولا يهدالي بال غير لما الاسم عصام ده وشريكه يدخلوا السجن. كل اللي أنت عايزاه هيحصل، أنا عايزك تهدي ما تفكريش في أي حاجة، ما تاخديش في بالك. هنتغدوا وناخد بعضينا ونسافر. نسافر نروح فين؟ على البلد. لا، اسمع الكلام المرة دي يا زينب، لو ما حصلش اللي أنت عايزاه انسيني خالص. أنت مش عاوزة تشوفي نوح ولا إيه؟ شهد، كنت عايز اتكلم معاكي في حاجه تخص القضيه.